أعزائنا المشاهدين مشاهدي قناة التعليم العالي، مرحبا بكم. الضوابط الأخلاقية ما لها وما عليها، تلك التي تحكم الإعلانات، هي محور هذا اللقاء وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شباب وآراء. حقيقة طبعا معروف أن بعض الإعلانات بتعتمد على الاستمالات العاطفية، والبعض الآخر ربما يعتمد على الاستمالات العقلانية. البعض منها يعتمد على قيم إيجابية، يحس على اتجاه إيجابي أو سلوك إيجابي في داخل المجتمع، والبعض الآخر قد يعتمد على سلوك سلبي. ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده من خلال لقائنا مع ضيفنا اللي مشرفنا النهارده في استوديو شباب وراء، دكتور امام شكري القطان، مدرس الاعلام بكليه التربيه جامعه دلحي. مرحبا بك يا دكتور امام. في البدايه هنتكلم عن الاعلان. طبعا معروف منه ان هو البعض منه يوجه الى الشباب، بعض يخاطب الرجال او النساء شريحه معينه، وممكن طبعا نجد البعض منه يخاطب الاطفال. في النهايه اهميه او قيمه الاعلان كيف تراه؟ هو حضرتك بالنسبة لأهمية الإعلان أو قيمة الإعلان للإعلان وظائف كتيرة جدا. أولها طبعا الترويج عن السلع والمنتجات المختلفة داخل المجتمع. تاني وظيفة له المفروض بيبقى فيه نوع من التوجيه والإرشاد. تالت وظيفة المفروض بيبقى فيه حاجة اسمها التوعية الصحية، المفروض بيقوم بها بعض الإعلانات، والتوعية الإعلامية والتوعية البيئية. دي أهم وظائف الإعلان داخل المجتمع المصري اللي إحنا عايشين فيه. ولكن للأسف الشديد انصب أهمية الإعلان أو قيمته الرئيسية في الإعلان عن جميع السلع والمنتجات داخل المجتمع المصري، وطبعا على رأسها بعض المنتجات اللي هي خاصة بالمرأة في المقام الأول، وكذلك أيضا استعانت بالمرأة في المقام الأول في الإعلان عن هذه المنتجات. وبصراحة ده أدى إلى انحطاط الرؤية اللي المجتمع بينظر بيها للمرأة. فطبعا كلنا بنشوف بعض الاعلانات المثيره جدا لانها مليئه بالمشاهد الجنسيه والاستمالات العاطفيه، وده طبعا بيخالف قواعد واخلاقيات الاعلان بمواثيق الشرف الاعلان. تمام. يمكن حضرتك برضه لفت انتباهي لنقطه مهمه جدا وهي الحملات الاعلانيه. تمام. قلت ده جانب من جوانب الاعلان او من وظائف الاعلان. نتكلم عنها برضه، عايزه اقول اهميتها في المجتمع، ايه اللي ممكن من خلاله نقدمه للجمهور او نقدمه للمجتمع؟ ايه الاهداف اللي انا ممكن احس عليها او احس الجمهور على ان هم يقوموا بيها من خلال حمله اعلانيه بتتكلم عن الصحه، بتتكلم عن البيئه، بتتكلم عن اي شيء مهم عندنا في المجتمع؟ تمام. هو حضرتك في انواع كتيره جدا للحملات الاعلانيه. في حملات خاصه بالانتخابات الرئاسيه زي اللي احنا بنعيشها في الفتره الراهنه، وفي انتخابات خاصه، وفي حملات خاصه بالانتخابات مجلس الشعب، وفي حملات تانية خاصه بالتوعيه الصحيه، وفي حملات ايضا خاصه بالتوعيه البيئيه والحفاظ على البيئه، وخاصه دي المفروض توجه للاطفال قبل مرحله الشباب، بحيث ان احنا نحس الاطفال ان هو يحافظ على البيئه والمجتمع اللي هو عايش فيه، ويتوقف نوعية الحملة على نوع الظروف والمجتمع التي يعيش فيها المجتمع. يعني سيد دلوقتي كل المجتمع المصري بيعيش في فترة الانتخابات والأزمة السياسية اللي عايشة فيها مصر، وبناء عليه في المقام الأول لو فتحنا التلفزيون هنلاقي كل الحملات اللي أنا منصبة على حملات الانتخابات الرئاسة. كل مرشح رئاسي جايب البروجرام بتاعه وبيبتدي يتكلم عنه، مع أن من المفترض لا نغفل أيضا الحملات الخاصة بالتوعية الصحية والتوعية البيئية، لأن في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها دلوقتي برضو المجتمع المصري أصبحت الجانب الصحي فيه ما بقاش فيه اهتمام خالص. يعني حضرتك لو لاحظت في مثلا دخلت أي مستشفى ولا حاجة هتلاقي ما فيش رقابة، هتلاقي الناس قاعدين داخل الأرصفة. أيضا بالنسبة لحملات التوعية البيئية ممكن حضرتك هنا في النيل او في الترع او في المصارف نلاقي كل الناس بترمي القمامه، مخلفات المصانع، ما بقاش في توعيه عند المجتمع المصري. الذباب وانتشاره واضراره، وازاي ممكن بنجد ان هو على بعض الماكولات اللي احنا بناكلها زي الخبز مثلا، وكل دي بتترك بعدين فيما بعد تاثيرات خطيره جدا على صحه على الانسان. صحه الانسان. فالمفروض يبقى في حملات توعيه خاصه بالجانب الصحي عند المواطن المصري. إذن هي مهمة بأي شكل من الأشكال ولابد من يعني الإكثار منها، ده اللي احنا محتاجينه. أنا الحقيقة سألت حضرتك لأني بشوف الحقيقة في التلفزيون إنها قليلة جدا، جداً ولكن جداً هي لها دور فعال في يعني بالضبط. في بناء اتجاهات جديدة، ودي حضرتك قايمة على المخطط الإعلاني، وللأسف المخطط الإعلاني ده بنفتقر له داخل قطاع التلفزيون، وده لسه هنتكلم عليه في الضوابط الأخلاقية الإعلانية. تمام. القيم بقى البعض منها يكون اتجاهي والبعض منها يكون سلبي، يعني ده يعني بتوقف على حسب ايه؟ الشركه المنتجه للاعلان، نوع الاعلان، الجمهور اللي انا بوجه له،
عايزه احسه على قيمه ايجابيه، عايزه يعني اشيل منه مثلا قيمه سلبيه، فيعني كلمني عن فكره القيم وارتباطها بقى بالجمهور نفسه. هو حضرتك من المفترض ان الاعلان بيوجه رساله اعلاميه شامله، والمفترض ايضا ان تكون متضمنه بعض القيم الايجابيه، ولكن في الواقع بعض الاعلانات متضمنه لبعض القيم السلبيه، وده طبعا بيرجع لسوء الامكانيات داخل جهاز التلفزيون، بيرجع ايضا الى عدم توحيد التعريفة الخاصة باسعار الاعلانات، بيرجع ايضا الى عدم وجود جهاز اداري خاص بالمعلنين داخل قطاع التلفزيون، وبناء عليه المعلن ابتدى يتحكم في القنوات التلفزيونية. حضرتك مثلا لو راح لقناة حكومية وقال له انا عايز اعلن عن منتج خاص بالمرأة او منتج فيه بعض الالفاظ الرقيقة، فطبعا ممكن القناة الحكومية ترفض، هيبتدي يتجه للقنوات ايه الفضائية الخاصة، وبناء عليه القنوات الفضائية الخاصة اساسا ما بتمنعش اي اعلان، هتعلن لان كل اللي يهمها جمع المال. بس هي بالطبع بتخضع لنوع من الرقابة، يعني في اكيد جهاز رقابي معين بيتولى فكرة الاشراف على الاعلان وتحديد هو المفروض ما يصلح الجهاز منه وما الرقابي لا يصلح. بالظبط، هو المفروض الجهاز الرقابي موجود، ولكن هو صراحة يعني بيقوم بدوره بدور محدود جدا، يعني ده اللي احنا شايفينه داخل المجتمع المصري، وزي ما قلت لحضرتك بعض الاعلانات او الكثير منها كمان بيبقى شامل على مصطلحات والفاظ بذيئه، وبيبقى فيها تحريض لفظي وسمعي، وده طبعا بيأثر على اطفالنا وبيخليهم جيل انا بسميه جيل الاعلانات. يعني حضرتك مثلا لو بصيت للاطفال في طب الكي جي اسمح 1، لي، يعني فكره هذه الالفاظ الرقيقه او التعبيرات او المفاهيم او الكلمات الغير لائقه بالمره دي، الهدف منها هو التمشي يعني تمشيا مع روح العصر، ان احنا دلوقتي اصبحنا بنسمع يعني هذه الكلمات دلوقتي من الشباب، ربما يعني نسمعها في بعض مثلا مسلسلات في حياتنا اليوميه، نسمعها مثلا في الشارع المصري، يعني دي تمشيا مع روح العصر، ولا الهدف منها هو جذب الجمهور؟ يعني طبعا اي معلن او شركه معلنه بتهدم الجمهور، فلما بتنزل بمستوى الاعلان ربما تجتذب عدد كبير جدا، فايهما يعني ترى او تفضل من وجهه نظرك؟ هو حضرتك اللي انا افضله من وجهه نظري المفروض البعد كل البعد عن الالفاظ البذيئه، والمفروض اراعي الاخلاقيات البحث او اخلاقيات المهن الاعلاميه داخل الاعلان ده حضرتك، لان ده اللي يهمني. المفروض مثلا زي ما حضرتك بتقولي ان المجتمع المصري فيه الالفاظ دي او الشباب بيقولها، طب ليه انا ما ساعدوش ان انا انتشله من داخل المصطلحات دي او الواقع اللي هو بسميه ايضا الواقع السيء للغه العربيه، المفروض انشله منها وابتدي اصحح له بعض المفاهيم اللي هو مثلا يعني في بعض المصطلحات اللي بيقولها ده احنا هنظبط، ده احنا يا معلم، ده المفروض كل الكلام ده اشيله من قاموس اللغوي، واخد بال حضرتك؟ وطبعا ممكن نبدا بالاعلانات لان الاعلانات لها واقع تأثير قوي جدا. وانا سألت حضرتك لاني بقى يعني اشعر انك انت دي اللغة اللي بتحدث بيها الناس دلوقتي. اي نعم انا معاك وفعلا يعني اؤيد الفكرة بانها غير لائقة بالمرة، بس لما انت بتحس ان انا بتكلم معاك بنفس الطريقة او النهج اللي انت بتفضله، اذا ان ممكن فكرتي توصل لك بسرعة، فهل المعلم بيلعب على فكرة؟ هو يعني طبعا بيلعب على الحتة دي لاني عايز يجذب الجمهور، يعني هو اللي يهمه جذب الجمهور علشان لما يخاطب مثلا شباب بتاعته. منتج بيخاطب فيه شباب مثلا زي موبايلات أكيد. لابتوبس مثلا او حاجه من الحاجات دي، فكلما تحدث معاك بانك انت اكيد هيلعب على ميوله واتجاهاته واللغه بتاعته، بحيث ان طبعا لما الشاب هيشوف ان يعني اعلان زي كده هيروح يشتري المنتج، وطبعا في النقطه دي اثبتت الدراسات ان 95% من قرارات الشراء راجعه للعقل الباطن. بمعنى ايه؟ ان الانسان بيتفرج على الاعلان تلاقيه اوتوماتيك رايح يشتري السلعه دي او المنتج ده بدون ان هو ما يكون محتاجه خالص، فهو طبعا اللي بيحركه الاعلان، العقل الباطن. طب انت ممكن تيجي تساليه، طب انت هل عايز المنتج ده دلوقتي في الوقت الضروري ده؟ يقول لك لا مش عايزه. طب اشتريته ليه اصلا؟ شفته في الاعلان، شفت مثلا كانوا جايبين واحده في الاعلان اشترت مثلا لابتوب ده، او في شاب معين كان ماشي بحركه معينه، وبناء عليه بيبتدي يشتري المنتج دون داعي. طب عايز اتكلم بقى عن نقطه برضو مهمه قوي، العلاقه ما بين تاثري بالاعلان ان انا سمعته دلوقتي كلمات مفاهيم الوان شكل مضمون واتيفر اللي موجود في الاعلان، وما بين الاتصال الشخصي ان انا اكيد برضو زي ما حضرتك قلت منتج زي الموبايل او زي اللابتوب انا شفته عجبني، برجع لزميله كذا شفتي الاعلان امبارح قال كذا، ده فلان قال انه 100% ومش عارف ايه وخدي بالك ان كذا، فعايز اقول هل الجمهور هو متلقي فقط يعني بيتأثر فقط بالإعلان ثم يأخذ قرار الشراء،
يعني القدره الشرائيه او القوه الشرائيه تتكون من يعني تاثري بالاعلان، ولا ايضا بيلعب دور فكره الاتصال الشخصي او الاتصال الجمعي من خلال يعني الناس او الجمهور؟ هو حضرتك الاثنين لهم دورين، ولكن في الاساس اصبح المشاهد متلقي في المقام الاول. في بعض المشاهدين اللي هم الواعيين ممكن يرجع للاسره او مثلا اقرانه او يرجع للمدرسين بتوعه او اساتذته يقول لهم ده انا شفت امبارح في اعلان كذا كذا، هل المنتج ده ممكن لو اشتريته هيفيدني ولا لا؟ بيبتدي يسال نفسه ويسال ايه اللي حواليه. وفي ناس ثانيه متلقيين مجرد ان هو معاه المال بيروح على طول يشتري ايه المنتج ده او السلعه بدون ما يرجع لاي ايه حد تاني او يستشيره. وده طبعا بتوقع الامهات والاباء بصفه عامه في حرق كتير جدا، يعني ممكن حضرتك تصطحبي طفلك لاحدى المحال التجاريه فتلاقيه مثلا ده انا عايز كذا يا ماما، انا عايز كذا، انا عايز كذا. والحاجات دي اللي بقى شايفها داخل الاعلان، طب نفرض ان حضرتك انت مش عايز يعني عايزه توجهيه ترشديه في السلوك الشرائي بتاعه. ففي الوقت ده انت مش هتقدري عليه، يعني هتلاقيه بياخد من هنا ومن هنا ومن هنا، وطبعا ساعتها مامة الطفل بتبقى محرجه وبناء عليه بتبتدي ايه تشتري كل مستلزماته. فبيبقى عنده نوع من عدم الترشيد الاستهلاكي. الخداع في الاعلانات برضه ده محور هام جدا من المحاور اللي احنا حابين نتكلم عنها. بنشوف اعلانات وربما يكون فيها اوفر معين، هتجد مثلا كذا كذا اذا رحت يعني هايبر ماركت معينه او اذا رحت لشركه يعني شركه منتجه او واتيفر. يعني عايزه اقول الخداع ده بيعمل تضليل يعني شبه اعلامي للجمهور، ومش بس كده بيخليك بتفقد الثقه في المنتج ده. لما بيجي تعاد تاني اعلان تاني او تالت عنه انت اوريدي خلاص، بل بالعكس انت ممكن تكون شكل يعني تكون راي اقصد اقول يخليك تقنع الناس اللي حواليك خد بالك ما يجيبوش السلعه دي او المنتج ده. وده حضرتك بيحصل كتير جدا. يعني هنبداها بالاعلانات اللي هي الخاصه بالمسابقات والجوائز اللي هي 0900 بصفه عامه. هتلاقي كل الناس اتصل على 0900 وهتكسب مش عارف 5000 جنيه، تكسب لابتوب، اوفرز بقى متعدده يعني بالظبط، عروض كتيره جدا. فطبعا الشباب او المجتمع بصفه عامه بيبتدي يتصل على الاعلانات دي مره واثنين وثلاثه ما فيش اجابه، يعني يحولوك مثلا للكنترول، يسيبوك ساعه على الموبايل، كل ده استنزاف للمال اللي هو معاك. ممكن حتى لو انت كسبت جايزه معينه تروح تستلمها ما تلاقيهاش هي الواقعيه خالص اللي كانوا بيتكلموا عليها. في بعض المنتجات ايضا مثلا زي الحاجه الساقعه يقول لك مثلا الغطيان بتاعتها بتكسب دقائق، مثلا بتكسب ساعات، بتكسب عربيات. طبعا عشان الواحد يكسب حاجه زي كده يعني الشركه مش هتبقى بالبساطه ان هي تدي ايه كل واحد عربيه بمجرد ان هو يشتري حاجه ساعه او اتنين، لا ممكن الواحد يستنزف فلوسه كلها وحتى ما يكسبش ساعه في الاخر. فده في بيبقى في نوع من عدم المصداقيه للمنتج الاعلاني. في بعض طب الشركه بتضحي باسمها، باسم المنتج، بالحملة الإعلانية أو بالإعلان اللي هي بتقدمه؟ يعني عايز أعرف فين القائمين على يعني الاتصال في الناحية الإعلامية دي ودورهم. يعني أنا ما أعتقدش أن في حد ممكن يجذب باسمه أو سمعته أو بشهرة هو كونها في سبيل أن هو حضرتك ما هو بيستعيد عن الحاجة دي بتلاقيه جاي مثلا في قناة تلفزيونية، جاي بعض الناس من الجمهور ويجيب لك نماذج يقول لك ان ده مثلا كسب اهو عربيه، كسب موبايل. تقصد تقول ان دي مش حقيقه برضه؟ فطبعا لا، يعني معظمها مش حقيقه. فهتلاقي الناس يقول لك ده انا حظ كده، يعني ده ابسط كلمه هيقولها لنفسه، انا حظ كده ما كسبتش، وبناء عليها هيبتدي يصدق الحمله الاعلانيه الخاصه بالشركه دي. وممكن نلاحظها برضه في منتجات الشيبس وكده، تلاقي مثلا جايب لك الحجم الشيبسيه قد كده وده بالك، ومثلا ده تضليل برضه. طبعا، وبتقرمش و او مش بس كده، السندوتشات تحس ان الساندوتش كبير ولارج ما شاء الله، وتروح على الطبيعه تشتري بس تلاقي الساندوتش صغير كده، مفيش خالص قايزه، تلاقيه قايزه يعني واتفر بقى حجم يعني ممكن هو. فطبعا ده الطفل اول ما بيشوف حاجه زي كده، احنا بنتكلم موضوعنا اساسا منصب على طفل في اليوم. هتلاقي الطفل اول ما يشوف مثلا شيبس او كده، يا ماما انا عايز انزل اشتري شيبس، يروح يجيب كيس الشيبس ويشد ويعمل، ومثلا ما يلاقيش كل الكلام اللي هو شايفه فين في الاعلان. فده طبعا تضليل وعدم مصداقيه في المنتج الاعلاني، ولكن هم بيهمهم في المقام الاول جذب الجمهور للاعلان، وبناء عليه زي ما قلت لحضرتك اللي بيتحكم في السلوك الشرائي بنسبه 95% العقل الباطن. وهنا المفروض بيلعب الاباء دور كبير جدا بمثابه ان هم المفروض يكونوا فلتر او مصفاه للمواد الاعلاميه اللي هي بتعرض داخل التلفزيون او مثلا في الراديو. المفروض يقولوا لا، الاعلان ده الواقع بتاعه كذا 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 كذا، يعني انت ما تصدقش الحاجه اللي هي بتيجي فين في التلفزيون. يبتدي يقول الواقع بتاعها، يعني ما يسيبش ابنه كده قاعد مثلا قدام التلفزيون بدون
مثلا رقابة عليه، واخد بال حضرتك، وما يخلوش جليس دايما بمفرده امام التلفزيون، المفروض يبقى قاعد معاه ويوجهه. يعني حضرتك برضو احنا لو ضربنا مثال، ممكن بصفة عامة اي واحد من الاباء او داخل اسرة بيتفرج على مسلسل او فيلم او برنامج، وممكن يكون البرنامج ديني، اثناء مثلا في الفاصل تلاقيه جايب لك يعني اعلان غير متضامن خالص مع البرنامج او مع المادة الاعلامية اللي هي بتقدم، تلاقيه جايب لك اعلان عن منتجات نسائية، جايب لك اعلان عن منتجات مثلا طبية والبرنامج ديني، يعني في ايرور في المنظومة اصلا، يعني مفيش تخطيط، واخد بال ايوه حضرتك، لازم مفيش يبقى في تخطيط. تناسق ما طبعا بين مفيش. وممكن حضرتك مثلا الطفل بيقع جنب باباه او مامته، تلاقي مثلا في برنامج سياسي برنامج ديني، وهو بيبقى في فاصل تلاقي فيه مثلا في الاعلان ده مصطلحات خارجة، فساعتها والد الطفل او باباه بيبقى يعني هين عليه يمسك الريموت بسرعه او يكسر التلفزيون او يقلب، لان مش عايز يخلي ولاده يسمعوا ايه الالفاظ البذيئه دي داخل الاسره او داخل البيت. المفروض ان احنا يعني بنرتقي بمنظومه الاعلام، وفي داخلها طبعا الاعلان، يعني ده اللي انا شايفاه. بس نرجع تاني ونتكلم عن الضوابط الاخلاقيه بقى. ما هي الضوابط دي ولماذا نحيد عنها؟ اسباب اللي جعلت يعني مجتمعنا يحيد عن تطبيق او تمام تفعيل هذه الضوابط الاخلاقيه في الاعلانات طبعا. تمام هو حضرتك بالنسبة لأهم الضوابط الأخلاقية، رقم واحد احترام الأسرة وكيانها، رقم اتنين الحفاظ على قدسيتها وصونها، وبيجي بعد كده رقم ثلاثة الابتعاد عن الألفاظ البذيئة والتحريض اللي هو اللفظي والبصري. من المفترض أيضا من ضمن الضوابط ألا تزيد مدة الإعلان بحد أقصى عن 7 دقائق. احنا بنشوف اعلانات دلوقتي بتصل لربع ساعة، وده يعني بيشكل خطورة هامة جدا لو انت حضرتك بتتابعي برنامج او فيلم او مسلسل، لغاية ما الاعلان بيخلص انت بتنسي اصلا انت كنت متابعة ايه او كنت واقفة فين او الضيوف بيتكلموا فين او المذيعة بس دي بتتكلم مش فين. مشكلة لا القناة ولا المنتج، الحقيقة هما ما بيفكروش البعد ده خالص. تمام ماشي، ما هو بس المفروض يفكروا فيه. يعني دلوقتي انا بعمل برنامج، تمام، مش البرنامج ده بيدخل ربح للقناة؟ طيب ما هو البرنامج ده لازم يبقى له اهداف في المقام الاول اللي هي مثلا التوعيه او التثقيف او التوجيه او الارشاد، مش ان يكون اللي يهمني ان انا ادخل اعلانات واكسب بيها ربح للقناه وخلاص، لا، المفروض يبقى في هدف للبرنامج بتاعي او في هدف للمسلسل، بتعالج مثلا قضيه الزواج العرفي، قضيه الختان، المفروض يعني الهدف الاساسي ما بتاعي تبقاش اوصل له الأمور يعني الجمهور، ما يبقاش الهدف تجارية كله منصب، بشكل بالظبط كده، ما يبقاش منصب كله على اعلانات وجمع المال والهدف التجاري في المقام الاول. دي يعني يعتبر من وجهة نظري اهم الضوابط الاخلاقيه للاعلان. لو جينا بقى اتكلمنا ان الضوابط دي ما فيش التزام بيها ليه، اول حاجه حضرتك ان احنا لو لاحظنا هنلاقي عدم وجود جهاز او اداره داخل كل قناه مسؤوله عن الاعلانات، يعني في قنوات كتيره جدا ما فيهاش الاداره دي او الجهاز ده، وبناء عليه اول ما اعلان بيجي لها من اي بس وكاله اعتقد اعلانيه. يعني دكتور امام صعب جدا ان كل قناة، يعني قولي مثلا كل قطاع او كده، لكن كل قناة يبقى ليها يعني ما هو جهة رقابية كل معينة قطاع، تشرف عليها، ولا المفروض يعني هو المفروض في المقام الاول يبقى في نقابه او هيئه خاصه بالاعلانيين تراقب كل الاعلانات التي تعرض داخل التلفزيون والاذاعه، ودي مش موجوده، هو في جهاز رقابي ولكن مش موجود نقابه ايه للاعلانيين. هو حته ان يبقى موجود جهاز داخل كل قناه هو مش صعب ولا حاجه، اصل الجهاز هيبقى مكون من فردين او ثلاثه بيمثلوا حراس البوابه الاعلاميه، هل الاعلانات دي تتماشى مع القيم والاخلاقيات داخل المجتمع المصري؟ هل فيها الفاظ بذيئه؟ هل فيها سلوكيات خاطئه؟ هل هتنمي الوعي الصحي؟ هل هتنمي الوعي البيئي؟ هل فيها توجيه وارشاد؟ يعني هما بيبتدوا يوزنوا امور، ما فيهاش مثلا الفاظ بذيئه، ما فيهاش سلوكيات خاطئه، بيبتدي يقول لك ايه؟ مرور. يعني الاعلان ده يبتدي يتعرض او يذاع. قابل للعرض. بالظبط كده، لكن لو لقوا فيها حاجات مخالفه للمجتمع ايه المانع ان انا ما اعرضهاش؟ يعني المفروض ما اعرضهاش عشان ما اخليش الجيل بتاعي اللي طالع كله جيل يعني هش. واخد بال حضرتك؟ عفوا. أو إنه يعاد مرة ثانية يعني صياغة الإعلان أو تشكيل الإعلان مرة أخرى، ده مش عيب يعني. ممكن يعرض تاني على نعطي الوكالة مجموعة من الإعلانية. إرشادات معينة مثلا ممكن، لصاحب الإعلان، تمام، وبالتالي كلام حضرتك برضو نوجهه مظبوط للإعلان في بالظبط، حال ما إذا خالف القوانين أو الأخلاقيات بتاع ضوابط الإعلان. يعني تاني حاجة من اللي هي اللي أدت لعدم الالتزام بالضوابط الأخلاقية للإعلان،
ان اصبح كل اهداف القنوات وخاصة ان هي القنوات الفضائية الربح، وبناء عليه اصبحوا بوابة مفتوحة امام كل المعلنين، وده طبعا بيخلي المعلن يتحكم فين؟ في القناة، بيقول لك يعني بالبساطة كده او بالبلدي بفلوسي. يعني مثلا هو راح الثانيتين مثلا او ال20 ثانية المفترض في القناة الحكومية المفترض مثلا بيمثلوا 1000 جنيه، القناة الخاصة مثلا او القناة الفضائية تقول له لا يعني انا هاخد 2000 جنيه واعمل لك اللي انت عايزه. بيروح دافع الفلوس ويبتدي يعرض كل ال وبيتغاضى طبعا عن احتجاجات الجمهور، ما بيهموش ان هو ينزل بالمستوى الاخلاقي، ما بيهموش ان هو مثلا يبقى فيه ترشيد للسلوك الشرائي عند الاطفال او عند الكبار بصفه عامه، ما بيهموش حاجه، هو يهمه ان هو يعلن عن المنتج بتاعه ويتباع، ده اللي تمام. بيهم المعلن. دكتور إمام، حضرتك أشارت الحقيقة يعني منذ برهة على يعني جزئية مهمة قوي الحقيقة عايزة أستطرق إليها في هذا اللقاء، وهي الإعلانات اللي ممكن تستغرق حوالي ربع ساعة. يمكن دي تمام بنشوفها أكتر في القنوات الفضائية أو القنوات الخاصة، مظبوط. معظمها إعلانات بتكون طبية. الحقيقة أنا أو حضرتك أو غيرنا من المشاهدين لما بيشوف الإعلان أبسط حاجة بيتبادر إلى ذهنه أثبت العلم إن كذا كذا كذا، توصل العلم الحديث إلى كذا، أثبتت الدراسات مش عارف إيه. أنا بسأل سؤال الحقيقه، انا انت منش عرفت يعني ازاي ان انا يعني هاو تو نو ان المعلومه دي مثلا علميا فيها صح او ثقة طبيا أو صح. مظبوطة أو كده؟ فاعتقد ان الشق الطبي ده بالذات مش صح ان احنا نجيب منتجات ونعلن عنها تمام واذا ربما تجيب فايده، يعني عموما يعني اللي عايزه اقول الادويه قد تصيب مع البعض او قد لا تصيب مع البعض الاخر، ومش بس كده، دي لابد ان تكون تحت اشراف طبي بالظبط ودكتور صح، ووفقا للنصائح وتوجيهات وزارة معينه الصحة ووزاره الصحه. اذا انا لما اجيب اعلان زي ده واقول بقى ده بيعمل كذا او كذا او جربه وهتلاقي مش عارف ايه، فاعتقد ان الناحيه الطبيه ما ينفعش التلاعب فيها باي حال من هو الاحوال. حضرتك دي اثرت نقطه كويسه جدا، لان من ضمن ضوابط واخلاقيات الاعلان عدم التعرض للاعلانات الطبيه، لان بتتطلب اشراف طبي في المقام الاول، وخاصه معظم الاعلانات اللي هي الموجوده بيجي في بعض الاعلانات يقول لك ده مرخص بوزاره الصحه او موافق عليه وزاره الصحه وفي اشراف طبي او في بس انا يعني كمشاهد لا انتبه للجزئيه دي، انا كل اللي بيخصني وبيهمني ايه الاعشاب دي وجت منين والمنتج وازاي وممكن وهل تاثيره ايه اثبت، عليا ويقول والكلام لك ده كله. اثبتوها بره، طب انا هل طبقت في مصر؟ ما هي في امور كثيره جدا انت نفسك يعني، طب اكلم دكتور، طب اسال اروح الصيدلي اساله عن المنتج دوت، بتبقى حيران في اسئله كثيره جدا. ما هو حضرتك المفترض ان انا اسال الاسره بتاعتي الاول هل المنتجات دي فعلا حقيقيه زي ما هم بيعرضوها ولا هي للتسويق فقط، لان مش كل اللي بيتعرض حقيقي زي ما قلت لحضرتك قبل كده، المنتجات دي المقصود بها التسويق فقط. لو لقيت في الاعلان، يعني برضو احنا بننبه على كل الشباب او القطاعات المختلفه، اما الاقي في الاعلان ان هو مرخص من وزاره الصحه، اوكي يبقى الحاجه دي مطابقه للمواصفات الصحيه. غير مرخص وما ذكرش الكلام ده في الاعلان، يبقى كل الكلام اللي بيتقال ده ايه؟ ملوش اساس من الصحه. المفروض يبقى برضو بيلعب الاباء داخل الاسره دور هام وخطير جدا في التوعيه بالمنتجات الصحيه، لان معظم الشباب دلوقتي وخاصه البنات، لان كل الاعلانات بتصب في مستحضرات التجميل خاصه بالمراه، تلاقي معظم البنات بيروحوا يشتروا مستحضرات التجميل دي. طب ما اثرها الطبي عليكي مثلا او على الفتاه دي ممكن يبقى سيء جدا، يعني ممكن يتسبب مثلا في اتلاف البشره، ممكن يتسبب في سقوط الشعر، ممكن يتسبب مثلا في الاضرار بالعين، ممكن يتسبب في حاجات كتيره جدا. فالمفروض ان انا اراعي الاعلان وهو بيتذاع، هل هو مرخص من وزاره الصحه ولا لا؟ وده بقى حضرتك، ويبقى في توعيه من المجتمع، ولو انا شاكك في حاجه اسال بقى اهل او الخبره. على الاقل بقى زي ما بتقول ممكن لما اروح للصيدلي اساله. اسال اهل الخبره، صيدلي، دكتور، طبيب جاري في المستشفى، ده صح. انا شفت كذا كذا، هو اللي هيدلني بقى على الصح. صح، يعني اذا في نوعيه معينه من الاعلانات لازم ناخد بالنا كويس قوي منها، وقبل ما نتخذ القرار بتاع الشراء يعني يجب ان احنا نسال مره واثنين وثلاثه وحد بالظبط متخصص. تمام. ويقع على وزارة الإعلام دور هام في حتة الإعلانات، المفروض لو لقت إعلان غير صحيح أو غير مطابق للمواصفات والضوابط الأخلاقية المفروض تمنعه. يعني حضرتك في إعلان قبل كده حصل عن سلعة كانت خاصة بالجبنة، تمام، واستخدموا فيها أغنية وطنية المصريين هم، لو حضرتك تفتكريها معايا، كان منتج خاص بالجبنة، ايوه، لحن وطبعا الأغنية نفسها طبعا بيستخدموه يعني هو بيتوب. استخدم لغة او اغنية وطنية في سلعة، يعني شوفي ايه اللي جاب الحاجات الوطنية والاخلاقية لسلعة زي كده. وطبعا افتكر او اتذكر ان الاستاذ اسامة الشيخ ساعتها ما انتبهش للاعلان ده الا بعدها بشهر، بعد ما غرق السوق والوسائل الاعلامية ابتدى الناس تفوق وتقول لك لا ده كده في اخلال بالاغاني الوطنية،
والمفروض الاعلان ده يتعمل له قط من اذاعه التلفزيون، وبالفعل بعد شهر الاعلان ده ما اتذاعش تاني. هو ده بحضرتك. تمام. كثرة الإعلانات بقى، وبنشوف مثلا في فترة زي فترة مثلا رمضان منتج واحد، يعني مش منتج واحد، عايز أقول مثلا يعني زي مثلا وليكن الشيبسي، ممكن تلاقي 5000 مليون إعلان اعلان خاص عن بيه. فأنت نفسك، والبعض منها بيكون جديد جدا يعني بيطرح فيه السوق لأول مرة، تجد إن أنت متذبذب، ده ولا ده ولا ده، ومين أحسن، وأجرب دي ولا أجرب ده. فعايز أقول كثرة الإعلانات قد إيه ممكن تعمل تضر بسلوك تضر، الشروق. وقول لي برضو كثرتها في فترة معينة، يعني أنا مثلا في برنامج زي ما أنا بذيع دلوقتي أو في مسلسل واتيفر، وانا مثلا دلوقتي عندي 3 دقائق اعلان، ممكن اجد 10 اعلانات في ال3 دقائق دول، يعني بل بالعكس من البعض منها بيتم قصه، وانت نفسك بقيت الاعلان بالظبط، فين بيجيب وراح لك فين، اسم المنتج ويقطع على طول اسم انا المنتج يعني وقطع. فين، طب بيعمل ايه ازاي يعني، فاهم يعني، كلمني عن كثرتها في وقت معين وكثرتها في اثناء مثلا برنامج او مسلسل يعني. هو حضرتك اللي بيتوقف كثره الاعلانات على وقت الذروه. يعني حضرتك مثلا لو لاحظنا فتره المساء اثناء اذاعه المسلسلات، وخاصه زي ما حضرتك تفضلت قلت في رمضان، معظم افراد الاسره في الوقت ده بتبقى امام الشاشه او امام التلفزيون. فطبعا المعلنين بيستغلوا الوقت ده، يقول لك اعلن او اكبر قدر ممكن من الاعلانات، لان كل الناس قاعده، يعني ما فيش بس حد في الناس المجتمع بيحصل لها تذبذب وتشويش، بيحصل. يعني قول لي مين انت اسره بتبقى قاعد بعد الفطار وبتشاهد دوت وما بتحسش ان انت ده زخم اعلاني كبير جدا، وفين انا مش قادره اركز اي واحد فيهم يعني، وخاصه بقى كمان لو الاعلان في خلال البرنامج بيتذاع اكتر من مره، انت نفسك بتبقى طب ما هو لسه جاي من خمس ما دقايق حضرتك هو بيعمل تشتت للفرد الواحد، ولكن بالنسبة للمجتمع ككل ما بيعملوش تشتت، لأن هو يعني هو عايز يوصل للجمهور إن أنا براعي ذوق مثلا إمام، براعي ذوق محمد، ذوق مش عارف أحمد كده، إن بيعمل المنتج بأكثر من طعم وأكثر من، حتى الأكياس بتاعته بتبقى مختلفة من آن لآخر. وده بال حضرتك. فطبعا كل ده يقول لك مثلا إماما ده أنا هنزل أجرب المنتج ده أشوفه، تلاقي أخوه طب أنا هجيب النوع التاني ونجربه مع بعض. وده بال يعني هما بيلعبوا على الأساس ده، بدل ما يلعب على منتج واحد وأنزل أجربه، لا طب أنا يعني أفتح يعني البوابة تقصد مثلا مفرعيها ونقول عصير وأنوع في مثلا السلع. بس بنوعيات مختلفة من الطعم مثلا، فأكتر من واحد ممكن بالظبط. يستخدم، واحد يقول لك أنا هستخدم الفراولة، لا أنا داخل الأسرة هجرب ده بيحصل، المانجا، يعني فممكن فاهم ده. يحصل كده. طبعا داخل الأسرة بيحصل. أنا وكده هجيب يبقى هو مثلا كسب زي المعلن. مثلا أنا هجيب يعني نتكلم بصراحة شوية، أنا هجيب مثلا شيبسي بطعم الكباب، التاني يقول لك ده أنا هجيب بطعم الشطة، طب ونجرب. فطبعا هو ساعتها المعلن في الوقت ده بيبقى هو كسبان. بأي حالة من الأحوال كسب، هو كسبان، واخد بالك؟ يعني باع هو منتج واحد يعني في هو النهاية، أنت بيشتت، جربت هو المنتج. حضرتك دي قاعدة، هو بيشتت انتباه الفرد الواحد، ولكن بالنسبة للمجتمع بصفة عامة لا صح. هو كسبان، واخد بال حضرتك؟ نظرية والله فعلا، يعني ان هو اكتسبك انت كمشاهد كفرد وكمجتمع بصفة عامة. او كمستهلك للحاجة اللي هو بيبيعها، يعني المنتج بالظبط. بتاعه يعني. طب في النهاية يعني فاضل قدامنا ان شاء الله دقيقة واحدة، تحب ان انت بشكل عام يعني تلخص هذا الحوار في اهمية الضوابط واهمية تفعيلها وتطبيقها. هو حضرتك ممكن نلخص كل الكلام اللي احنا قلناه في تساؤل رئيسي نسأله لأنفسنا وللمجتمع المصري بصفة عامة. ايه هو التساؤل؟ أليست معظم مشترياتنا لنزوات النفس وبعيدة كل البعد عن الحاجات الفعلية؟ ده سؤال. تاني سؤال، أليس من الأفضل شراء ما نحتاجه وليس ما نشتهيه؟ أليس ادخار اليوم أفضل من اقتراض الغد؟ لو الإجابة بنعم فعليك الالتزام إيه؟ بالإجابة. والإجابة بلا فعليك أن تعرف لماذا لا. هو ده السؤال اللي أنا بختم بيه نعود الحلقة. للصواب بقى. بالظبط. يعني المفروض أنا بوجه للمجتمع المصري أو المعلنين بصفة عامة أن يلتزموا بالضوابط الخاصة بالإعلان، وبقول لبرضو الجمهور في نفس الوقت أنت تسأل نفسك قبل ما تنزل تشتري المنتج ده، هل أنت محتاجه فعلا ولا لأ؟ هل أن أنا ممكن في سلع معينة أروح أقترض وأنزل أجيبها، ولا أدخر أحسن يقول لك القرش الإيه؟ القرش ايه الابيض ينفع في اليوم، في اليوم الاسود. لا اليوم الابيض برضه مش اليوم الاسود، برضه. واخد بال حضرتك؟ فطبعا المفروض اسال نفسي كل الاسئله دي، وهل الحاجه اللي انا هنزل اشتريها هل هي عشان انا مشتهيها ونفسي فيها وخلاص، ولا انا محتاجها بالفعل؟ تمام. ده كل كله هيوجه السلوك الشرائي للكوستمرز او الزبائن او العملاء. كل الشكر للدكتور إمام على وجودك معنا. فاصل سريع مشاهدينا، ونعود مرة أخرى لاستكمال حديثنا وحوارنا عن الضوابط الأخلاقية في الإعلانات. شكرا لحضرتك. ميرسي يا دكتور لحضرتك. فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة فينا، حاجة كل ما بتنسيها ده فيها هنا، فيها نية صادقة.
مع حضراتكم بعد هذا الفاصل وما زال للحديث بقية. نتحدث معكم الآن عن الضوابط الأخلاقية التي تحكم الإعلانات وتأثير هذه الإعلانات على شريحة مهمة جدا قد تكون موجهة إليها وهي الأطفال. معنا ومعكم للحوار في هذا الموضوع دكتور محمد عبود مدرس الإعلام بكلية التربية جامعة بنها. مرحبا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك معنا يا دكتور محمد. بدانا هذا اللقاء وتكلمنا عن اهميه الاعلام وظائفه اهدافه القيم الايجابيه والسلبيه الموجوده فيه. الان يعني وصلنا مع حضرتك الى الاطفال، عايز اتكلم برضو عن هذه الشريحه وكيف يمكن توجيه يعني اعلان منضبط سليم لها ولا نؤثر عليها بشكل سلبي، لان طبعا الطفل مختلف تماما عن الكبير في استيعابه في فهمه وغيره. شيء طبيعي طبعا. هو طبعا هو في البدايه انا عايز بس يعني اشير لحاجتين يعني في اول الامر. هو طبعا يعني ايه هو المقصود بالاعلان؟ ده رقم واحد. وايه هي العلاقه اللي بتربط الجمهور بالتلفزيون بشكل عام، سواء كان هذا الجمهور شباب، مراهقين، اطفال؟ فبالتالي انا عايز اعرف ايه العلاقه، ايه العوامل اللي بتاثر على علاقه الجمهور ومن بينه الاطفال بالتلفزيون. اول حاجه طبعا انا عاوز اعرف الاعلان. الاعلان هو عباره عن رساله أو إشارة موجهة إلى فئة من فئات المجتمع، ماشي، عن طريق وسيلة إعلامية سواء كانت إذاعة أو تلفزيون أو صحافة. وهذه الرسالة مدفوعة الأجر. الهدف من الرسالة دي تقديم مثلا معلومة، تقديم هدف، اتباع سلوكيات معينة. دي المقصود بالإعلان بشكل عام. دكتور، في إعلان معين ممكن يؤثر يكون أكثر تأثيرا من الآخر؟ يعني زي ما حضرتك قلت دلوقتي يذاع عبر وسيلة معينة، يعني مثلا اللي في الصحافة قد يكون لأنه مقروء، مثلا اللي في التلفزيون قد يكون مثلا في رؤية بيعتمد على العنصر البصري أو رؤية بصرية تكون أكثر تأثيرا في عقل الجمهور؟ ده شيء طبيعي طبعا. هو طبعا الإعلان المكتوب بيختلف عن الإعلان المرئي أو المسموع. يعني حتى المقروء هو مكتوب فقط، ممكن الرجوع إليه عن طريق المصدر بتاعه، لكن وبرضو المسموع اللي هو عن طريق الإذاعة فبيعتمد على الصوت، أنت مش شايف أي حاجة. فبالتالي إن بيختلف الإعلام من وسيلة لأخرى، ويمكن يعتبر التلفزيون أو القنوات الفضائية بيعتبرها بتعتمد على حاسة الصوت والصورة في آن واحد بالألوان والانبهار بالمؤثرات الصوتية، الموسيقى، الحاجات دي كلها. فبالتالي بتلعب دور مهم جدا في التأثير على المستهلك أو المشتري لسلعة معينة. فطبعا اللي موجود في الإعلان اللي عن طريق التلفزيون أو عن طريق القنوات مثلا الفضائية بيكون تأثيره أقوى من الإعلان اللي بيبقى موجود في الصحف. تمام. بشكل أساسي.
تمام. ده بيوضح لنا الحقيقة يعني قيمة أو أهمية الإعلان، وإزاي ممكن من خلاله أوجه لسلوك إيجابي أو العكس، يعني أحس على سلوك سلبي. طبعا طبعا، ما هو إحنا كمان حتى دايما بنقول إن الإعلان ليس قوة الإعلان أو ليس نجاح الإعلان في قوة الإبهار أو لفت الانتباه أو ما يستخدمه المؤثرات. قوة الإعلان أو نجاح الإعلان بشكل عام هو عن طريق إن كمية المبيعات. يعني هو دايما نجاح الإعلان بينجح عن كده، مش عشان خاطر بيستخدم مؤثرات معينة. فقد يكون الإعلان بيحمل قيم إيجابية وقد يحمل قيم سلبية. فالقيم طبعا الإيجابية هنلاقي منها حاجات كتير جدا جدا، زي مثلا التعاون، المحبة، مثلا مثلا لشراء مثلا حاجة معينة. لكن في قيم سلبية برضو، لا مبالاة، استهتار، حاجة زي كده. فأنا برضو أنا كنت عايز بس أرجع للنقطة اللي أنا كنت بدأت بيها، اللي هي الحاجة المهمة اللي لازم نعرفها، أن في علاقة بتربط الجمهور بالوسيلة. إيه هي بقى العوامل اللي بتأثر على كده؟ في عندنا عدد ساعات المشاهدة مثلا، على سبيل المثال احنا اللي بنقول ان الطفل او المراهق او الشاب اللي بيقضي وقت كبير قدام مشاهده التلفزيون، فبالتالي بيتبعه تاثير اكتر من الطفل او المراهق او الشاب اللي هو بيشاهد لفترات اقل. ودي يمكن احنا كمان دي موجوده عندنا في الاعلام، في حاجه اسمها نظريه الغرس الثقافي، بتقول ان برضو كلما كان التعرض اكثر للوسيله سواء كانت التلفزيون او الاذاعه بشكل اكثر لمدة أو لساعات طويلة، كلما كان التأثير أكثر. برضو من ضمن العوامل اللي بتأثر في علاقة الجمهور بالتلفزيون هي يعتبر حجم التعرض. في تعرض بصفة مستمرة، ودي يمكن برضو بيبقى ليه أثار، بخلاف اللي بيتعرض بصفة عابرة أو بصفة أحيانا أو بصفة غير منتظمة. الأخطر من كده بقى والأهم من كده، اللي في هناك عندنا عامل مهم جدا بيتحكم في علاقة الجمهور أو علاقة الأطفال بالوسيلة، اللي هو التأثير التراكمي. وخاصة احنا يمكن هنا عشان احنا موضوعنا بيتكلم عن الإعلانات، فبالتالي ان تأثير الإعلانات بصفة مستمرة او بصورة متراكمة، فبالتالي دي بيلعب دور مهم جدا جدا في التأثير على الطفل. يعني مثلا عندنا مشاهد العنف مثلا اللي بتبقى موجوده في بعض الاعلانات، هنلاقي مثلا في بعض الاعلانات زي مثلا اعلانات الجيمز او الالعاب فيها مشاهد عنف. قطر المشاهد الموجوده دي كلها او كليبات معينه او بعض الرسائل الفوريه الموجهه للاطفال او للشباب او للكبار، لان الطفل ساعات بيبقى قاعد يعني مش معرض لاعلان موجه لطفل، لان هو بيشاهد برضك اعلانات الكبار، فبالتالي تكرار بصفه مستمره او بشكل تراكمي، فبالتالي بتساعد على العنف او بتساعد على العدوانيه عند الطفل. دي يمكن من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي من ضمن العوامل اللي ممكن تأثر على العلاقة بين الجمهور وبين التلفزيون بشكل عام. طيب، هل في سمات معينة لابد أن تتوفر في هذا الإعلان المقدم للطفل؟ يعني ولا مثلا اللي بيعمل إعلان للطفل بيبقى عارف برضو إن قد يكون المتلقي هو الأب أو الأم، إذن برضو يعني في سمات معينة يعني لابد أن يختص بها هذا الإعلان، لأنه قد يحمل في داخله رسالة موجهة للأب أو رسالة للطفل، فعايز أعرف يعني سمات الإعلان الموجه إيه؟ هو سمات الإعلان لازم يراعي الأول الجمهور المستهدف، لو هو الجمهور أطفال فلازم يراعي أول حاجة استخدام اللغة البسيطة، اللغة اللي هي بتجمع، يعني اللغة ما تكونش صعبة زي اللغة العربية الفصحى أو اللغة مثلا فيها نوع من البلاغات والاصطلاحات أو التعبيرات المعقدة. لازم أستخدم لغة بسيطة، أختار الوقت المناسب. يعني من ضمن سمات الإعلان أن أنا بختار التوقيت اللي موجود في الطفل، ما أجيش أعمل إعلان خاص بالطفل وأعرضه مثلا على سبيل المثال الساعة 2 بالليل أو الساعة 3 أو الفجر. فبالتالي لابد يكون حتى متواجد في الطفل. تاني حاجة، هو الإعلان الموجه للطفل أو لأي حد لابد أن يكون ليه هدف محدد، والهدف دوت ممكن يكون الهدف منه توصيل رسالة معينة باتباع سلوك معين، أو توصيل رسالة للآباء زي ما قلت حضرتك بالظبط. يعني في رسالة إن مثلا هو يمتنع عن شراء مثلا حاجة متواجدة في السوق مثلا، ان هو مثلا ما يعني تقصد ان قد يكون في بعض الاحيان الهدف من الاعلان موجه للاب بس بيحسوا على حاجه خاصه بالطفل، يعني منتج مثلا بيستخدمه الطفل بس انا بوجهه للاب على اساس ان هو الاكثر حرصا على الشراء او لديه يعني القدره على الشراء. يعني نعم طبعا لازم يكون، يعني ما يكونش لكل حاجه تبقى موجهه للاطفال فقط، لازم يكون الكبار برضه هم ليهم دور في الموضوع ده كله. يعني احنا بنقول ان مش دايما بنرمي الحمل كله على وسائل الاعلام او دور
قابل لبعض الجهات المعنيه. لكن احنا عندنا الاب والام في الاسره لهم دور كبير جدا جدا، لازم نوعيهم ولازم نديلهم نحثهم نحفزهم على نديلهم اعلانات هادفه او مثلا رسائل اعلانيه توعويه او مثلا حاجه فيها نوع من مثلا الهدف بحيث ان هو يتبع سلوك معين. وانا دايما بقول ان مثلا على سبيل المثال انا ضد مثلا الاعلانات اللي بتبقى بتعتمد على مشاهد العنف او مثلا الايحاءات الجنسيه والحاجات دي كلها، لان دي بتاثر يعني بتخالف العقيده بتاعتنا او العادات والتقاليد في المجتمع. فبالتالي عشان انا امنع طفلي لازم امنعه تماما ان هو يشاهد الحاجات دي كلها، وباستمرار لازم اتابعه من الحين للاخر، لازم يكون في رقابه من الحين للاخر اشوفه هو بيشوف الحاجات دي ولا ما بيشوفش. برضو مثلا ممكن ان انا اخليه يتغاضى عن الحاجات دي كلها باتباع سلوكيات تانية خالص مختلفه، زي مثلا يقرا القران، ممكن القراءه بشكل عام، لعب رياضه، فبالتالي هي بتغنيه. طيب عن هل تاثر الطفل دكتور محمد بيتوقف على حسب المرحله العمريه او السنيه اللي بيمر بيها؟ يعني انا لما اجي مثلا اعمل اعلان للطفل مثلا في مرحله صغيره السن، فهل الجزئيه دي بيراعيها او بتراعيها يعني الشركه المنتجه او بيراعيها صاحب الاعلان فكره عمر الطفل نفسه ومستواه التعليمي وادراكه الذهني والحسي للمعلومه اللي بتقال له؟ هو غالبا كل الاعلانات اللي بتتقدم في التلفزيون لا تراعي المرحله العمريه، هو كل الهدف الاول للاعلان هو الربح، زياده الربح، او ان هو زي ما احنا قلنا ان هو كثره المبيعات على كدعايه على المنتج او السلعه اللي هو بيعرضها. فبالتالي ساعات ما بيراعيش طبعا الفروق الفرديه اللي موجوده عند الناس. ممكن زي ما قلت لحضرتك ان في شاب او ممكن يكون في طفل قاعد بيتفرج على اعلان خاص مثلا بال 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 بالكبار، زي مثلا ما بنلاقي الاعلانات اللي هي خاصه اللي هي لاصقات التخسيس والحاجات دي كلها، دي خاصه بالكبار، فالطفل بيشوفها طبعا على سبيل المثال بتاثر بيه. واحنا دايما عارفين ان معظم الاعلانات اللي هي بتقدم عن طريق القنوات الفضائيه بتستخدم المراه كمثلا كوسيله لايه، لجذب الانتباه او كترويج سلعه معينه، ودي يعتبر من ضمن الاثار السلبيه او من ضمن الحاجات الخاطئه اللي احنا دايما اللي دايما معظم الدراسات توصلت ليها، ان المراه بتستخدم كوسيلة سلبية أو مثلا لترويج سلعة معينة، ودي يمكن بيتنافى مع الدين أو مع الحاجة اللي كرمها بها الدين سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى طبعا يعني كرم المرأة، وطبعا ما مرناش إن احنا نتبع مثلا حاجة زي كده. فالطفل قاعد بيشاهد بيشوف المشاهد دي، ويعتبر هي موجهه للكبار، مثلا زي الاجهزه الطبيه، هو مثلا بيعاوز يروج سلع معينه زي الاجهزه الطبيه والحاجات اللي هي مثلا زي العقاقير الجنسيه من الحاجات دي كلها. انا شايف من وجهه نظري ان هناك لابد على المعلنين او شركات الاعلان تتخير الوقت والزمن اللي بتعرض فيه الحاجات دي، يعني مثلا العقاقير دي والحاجات دي ممكن تعرض عن طريق العيادات الخاصه، عن طريق مثلا وحدات مثلا معينه. مثلا احنا عندنا الحاجات اللي هي مختصه بالفتيات والاناث لابد ان تعرض في مثلا تجمعات نسائيه في المدارس، ما تبقاش تعرض في التلفزيون لان برضك الطفل بيتاثر بيها. فلابد يعني انا شايف ان معظم الاعلانات لا تراعي الفروق الفرديه اللي موجوده عند الاطفال او قصدي الجمهور اللي بيشاهد بشكل عام. تمام. يعني اكيد حضرتك برضو يعني بحثت في هذا الامر وعملت الكثير من الرسائل حول الاعلانات والضوابط الاخلاقيه الخاصه بها. عايزه اقول بقى في ضوابط اخلاقيه بتحكم الاعلان الموجه الى الطفل؟ يعني برضو احنا اتكلمنا النهارده في حلقتنا بشكل عام، لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن يعني التشايلد الطفل، فازاي ان انا فعلا ممكن يعني ابقى حريص على اني لا احيد عن ضوابط اخلاقيه معينه من ناحيه كلمات ايحاءات معينه لا تصل اليه او لا تؤثر عليه بشكل سلبي؟ هو طبعا في اكيد ضوابط، يعني احنا مثلا احنا عندنا يعني دايما بنشير بنقول لابد من ضروره وجود نقابه، زي ما في نقابه مثلا للصحفيين او في نقابه لجهات معينه، انا عايز برضك احنا بنطالب بوجود او مثلا تفعيل دور نقابه او هيئات اللي هي خاصه بالمعلنين، ماشي، وان دي اللي هي بتحترم المفترض تحترم ميثاق الشرف الاعلاني وليس الاعلامي كمان، يعني تجمع المعلنين دولت، ولابد من وجود اصدار تشريعات صارمه لمن يخالف هذه الايه
التشريعات او الضوابط الاخلاقيه، لان هنلاقي في ناس بتخالف، ان هي مثلا على سبيل المثال زي ما احنا قلنا بتستخدم ايحاءات معينه بتخالف العادات والتقاليد الموجوده في المجتمع. انما لو هو فعلا رجع للضوابط ورجع للتشريعات اللي هي بتصدرها اللي هي التابعه لميثاق الشرف الاعلاني، فهيبدا ايه، هيبدا يتغاضى عن حاجه زي كده. فاحنا طبعا احنا بنقول ان تفعيل دور مثلا على سبيل المثال برضو دور حمايه الجمعيات، حمايه المستهلك، اللي هي برضو كان الهدف منها ان هي تصدر تشريعات بتحكم او لها ضوابط بتحكم او معايير بتحكم الاعلانات المقدمه على شاشه التلفزيون، خاصه الموجهه للطفل، لان مش كل الناس مش كل اللي بيشاهد التلفزيون مش فئه واحده من فئات المجتمع. تمام. هل من توصيات بقى يعني حضرتك شايف ممكن نعتمد عليها او نستعين بيها؟ هو طبعا هناك مجموعه من التوصيات لابد يعني عشان خالص عشان نتخلص من الاعلانات السلبيه الموجوده في المجتمع ديت، ان احنا لابد من بث اعلانات توعيه هادفه وايجابيه، دي اهم حاجه عندنا، ان احنا نمنع زي ما احنا قلنا نمنع ابنائنا، وان احنا ما نخليهمش يشوفوا الحاجات دي باستمرار، وان احنا نخليهم مثلا يقروا كتير، يلعبوا رياضه، مثلا نغير القنوات ديت على سبيل المثال. بس يعني احنا يعني هناك يعني توصيات كتير جدا بصراحه. يعني كنا اتكلمنا الحقيقه عن جزئيه هامه وهي الحملات الاعلانيه بشكل عام الموجهه للجمهور. عايزه اقول برضو ممكن نوجه الاطفال لاساليب معينه، اتجاهات معينه، زي مثلا انت ما تشتريش لو خارج من المدرسه ماكولات مثلا من الشارع، تاخد بالك ان الماكولات دي ربما يكون عليها مثلا ذباب او عرضه مثلا للامراض، يعني سلوكيات معينه في المدرسه ممكن اقدمه ليها، مثلا ازاي ان هو يعمل مثلا سلوك زي مثلا يشارك في التشجير في داخل المدرسة، المشاركة في البيئة، الاستمتاع بيها، المحافظة عليها، يعني صح. كل دي حاجات الحقيقة مفاهيم يعني احنا بنفهمه ازاي يبني المجتمع، ازاي يكون يعني عنصر او مواطن يعني مشارك ومتفق، بس فيما بعد بس انا بربيه بقى بعقله هو وبذهنه هو بتفكيره هو على مستوى اصغر واقل يعني. فاكيد لو اتربى على العادات والتقاليد دي اكيد فيما بعدها لما هيكبر هيقول انا كنت بعمل زمان وانا صغير كذا. ممكن كمان في المكان اللي حوالين بيته ممكن اوجهه مثلا زي برضو ان هو يعني برضو في تعامله مثلا مع الجيران ومع البيئه المحيطه بيه، زي برضو ان هو يهتم بيها، عدم القاء مثلا قاذورات في الشارع، يعني كل الحاجات دي هي دي المفترض من الثوابت بتاعتنا، لكن لكن هي دي هتلاقيها نادرا ما تقدم في الاعلام، خاصه الاعلام بتاعنا دلوقتي بقى في قنوات مفتوحه، خاصه في قنوات كمان حتى متخصصه في الاعلانات. يعني احنا القنوات التلفزيونيه دلوقتي اصبحت الهدف منها الاساسي هي قنوات خاصه مملوكه للاشخاص، لكن يمكن اللي حضرتك قلت عليه هتلاقيه انت ليه دايما في القنوات المحليه او القنوات الرسميه بتاعتنا احنا، اللي هي الهدف منها مثلا زي ما قلت حضرتك ان لازم يتبع الانتماء للوطن واتباع النظام وسلوكيات ايجابيه، كل دوت هتلاقيه في القنوات الرسميه. في حال انتشال مثلا يعني فيروس، مرض ما، مشكله مثلا صحيه ممكن نكون بنمر بيها، لازم برضو نوعي الاولاد في المدارس. يعني انا بشوف حتى ان كل اعلاناتنا بتبقى منصبه يعني زي مثلا ما حصل في فتره ما انتشار مثلا انفلونزا الخنازير، طيب ما هو انا لازم اوعي برضو الطفل في المدرسه وازاي ان هو تكير، يعني طبعاً دي حاجات يعني اعتقد ان هي ما هي دي مطلوبه فعلا، لان انا دلوقتي لازم اركز على الحاجات اللي هي الضروريه والحاجات الخطيره وعن طريق التكرار، ما تبقاش مثلا مره واحده وخلاص. انا قلت لحضرتك ان المعلم بيبقى هدفه الربح، فلو حاجه زي كده هي مش هتجيب له ربح، مش هيزحها، لكن هو ديت من الضروريات اللي هي المفترض تخلي تنشا الاطفال على اتباع سلوكيات كويسه. نشوف دلوقتي اولاد بيخرجوا من المدرسه يعدي الشارع مثلا يعني في بعض الاحيان، او عشان يركب الباص يضطر، فيعني لا قدر الله برضو لازم يعني لازم ننوه ونقول مثلا تكير وخد بالك، لان الحاجات دي بصراحه في النهايه اي نعم انا بحاسب الام والاب يعني على المسؤوليه يعني القانونيه يعني في هذا الامر، بس انا بتكلم عن ازاي برضو الطفل نفسه ان احنا نعرفوا الحاجات دي في حال مثلا حدوث لا قدر الله برضو ظروف صعبه زي الزلازل. يعني لما حصلت مره في مصر بقت الناس كلها يعني تجري وحصلت في المدارس مشاكل كتير جدا، ولو كنا صغيرين ما حدش قال لنا ان انت غير بعد ما حصلت المشكله بدانا نقول لا ما فيش اندفاع ما فيش. فيعني انا اعتقد ان ممكن الحاجات الحملات دي التي لا تكلف في تكلفتها لكن ربما تكون لها مردود مهم جدا في المجتمع يعني او على اطفالنا في المدارس وغيره.
طبعا يعني دي حاجة مهمة جدا، ولازم هي الدولة يعني هي المفترض ان الاعلام الحكومي هو المسؤول عن حاجة زي كده. الاعلام الرسمي انا شايف ان هو لابد ان يكون بين الحين والاخر يكون في توعية، يعني ما نبقاش يعني اعلانات ربحية فقط او لسلعة زي دايما اللي هي اللي بنلاقيه دلوقتي، هو اعلان عن اجهزه طبيه، اعلانات عن محمول، اعلانات مثلا عن نغمات مثلا على سبيل المثال. هتلاقي دلوقتي مش بيوصل حاجه هادفه، لا ده هو بيعمل حاجه بتساعد على الترفيه. يعني مثلا دلوقتي الاعلانات التلفزيون اللي خاصه بالنغمات المحمول بقى يدخل فيها الكليبات، بيستخدم كليب دلوقتي معين في شكل من اشكال الرقص والحاجات دي معين، انت ممكن جيمز تحملها على الموبايل بتاعك وهكذا. يعني مش صوت بس فقط، ده هو بيستخدم حاجات تانية. يعني مبقاش كل الاعلانات مثلا توجيه رساله بس وخلاص، ده هو عايزه مثلا بيشوف هو بيلعب على الوتر اللي هو الحساس زي ما بنقول، او بنشوف الطفل دلوقتي ايه الحاجه اللي بتلفت انتباهه، تلاقي التليفون والاصوات والحاجات دي كلها. انا عندي طفل صغير مثلا بيشوف التلفزيون فبيلفت نظره لما لا يسمع سماع موسيقى وحاجه زي كده، طب انا لازم اوجهه لحاجه احسن من كده وحاجه افضل من كده، مبقاش كل الموضوع قدامه صوره وخلاص، لازم يكون في حاجه هادفه ولها مغزى ومردود. فهي دي يعتبر من ضمن الحاجات الموجوده، الاخطاء الموجوده في المجتمع او في الاعلانات اللي هي مقدمه عن طريق التلفزيون. انا في حاجه لفتت نظري مثلا على سبيل المثال، ان الاعلام الغربي او الاعلانات في المجتمع الغربي بتعتمد على مدرستين او بتعتمد على اسلوبين، في مدارس بتعتمد على الاثاره وفي مدارس بتعتمد على الفكاهه. انا لا مانع ان انا استخدم اعلان يكون فيه فكاهه وفيه يكون فيه اثاره، بس ما يكونش اثاره الغرائز مثلا على سبيل المثال. الاعلانات الغربيه ديت بدات تاثر في المجتمع الغربي وبدات تخليه يعني مثلا على سبيل المثال المجتمع المصري او المجتمع العربي بشكل عام بدات تاثر في الاعلانات الغربيه بكل وسائلها بقى، وسائل اثاره ووسائل فكاهه. فبالتالي اصبح دلوقتي ان هو بتشيل القيم الايجابيه وتحط مكانها القيم الماديه، دي رقم واحد. دي حاجة أصبحت برضك بتساعد على العنف، بتساعد ما بتساعدش على الإبداع أصلا، ده بتساعد على اتباع سلوكيات هو بيوجهه وجهة خطأ أو إحنا بنقلدها، لأن أي طفل بيقلد اللي بيقدم ليه. فهذه يعتبر من ضمن الحاجات اللي برضك لفت نظري، أن في بعض الإعلانات عن الأدوية مثلا على سبيل المثال، والأدوية ديت غير مصرح بها في وزارة الصحة أو غير معلومة المصدر، ماشي، والناس كلها بتشتريها. فطبعا ليه احنا من ليه ما من 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 ما نصدرش قوانين تمنع الناس دي، صح، ان هي ما تخليهمش ان هم يعملوا حاجه الا يعني بالرجوع. نرجع تاني ونقول نحن في حاجه الى تشريعات، اليات، قوانين مفعله مطبقه ل يعني ردع بعض الاعلانات او الجهات، صح، المنتجه للاعلانات زي حمايه المستهلك كده على سبيل المثال. ممكن تكون جمعيه دي ليها دور في النقابه مثلا للمعلنين، الهدف منها ان هو عدم نشر اعلانات مثلا غير صادقه او اعلانات مبتذله. طبعا في ساعات بيديك اعلان عن حاجه معينه، زي دلوقتي هتلاقي الحاجات المنزليه مثلا على سبيل المثال، الاقي ما بين القنوات وما بين يعني الاعلانات اللي بتتخلل مثلا الافلام والمسلسلات في قنوات اللي هي القنوات المتخصصه، الاقي بيعرض مثلا حاجه عن منتج في البيت او مثلا ادوات منزليه، وافاجئ لما اجي اشتريها الاقيها مختلفه تماما. فلازم لابد ان يكون هناك اعلان صادق، صح، اعلان صادق. كل الشكر للدكتور محمد عبود على وجودك معنا النهارده في هذا اللقاء، ميرسي يا فندم. شكرا، ربنا يخليك. اهلا وسهلا اعزائنا المشاهدين، حتى نلتقي مع حضراتكم مجددا في حلقات جديده من برنامجكم شباب وراء، ونناقش من خلالها قضايا جديده على الساحه. نشكر لكم حسن المتابعه والى لقاء جديد.